نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح معسكر نفتح نزهر حول النور في العالم كلمتين وبس فانتاستيكا فانتاستيكا اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من نوستالجيا حنين حيدر. النهارده معايا ضيفه عزيزه على قلبي جدا جدا جدا. ليه؟ اولا لانها اختي وزميلتي وجارتي ويعني عشت عمر. خلينا نتعرف عليها اكتر ونعرف ذكرياتها والنوستالجيا عندها. على فكره قبل ما نخش على الحلقه عايز افكركم بحاجه، ان هي كان اول انترفيو خاص بالكتاب بتاعي نوستالجيا حنين حيدر كان عندها في قناه ناين لايف في برنامج نهارك سعيد، وكانت اول طلوع ليا كضيف معاها عن هذا البرنامج عن هذا الكتاب، وكنت يعني في قمه من السعاده لحماستها وفرحتها بالكتاب وبالتجربه نفسها. خلوني ارحب مشاهدينا الكرام بزميلتي واختي وعشره العمر داليا امين، المذيعه المتالقه النجمه الكبيره البسيطه في التعامل وفي الشخصيه الجميله من قناه ناين لايف. الو داليا. هاي يا حاتم، والله انا مش عارفه يعني بص لساني واقف مش عارفه اقول ايه على التقديمه الجميله اللي انت قلتها، وفكرتني فعلا باليوم اللي انت كنت منورني في الاستوديو، ضيف جميل جدا وعزيز جدا، وفرحتي من قبلها يعني عشان عارفه ان انت جاي. والكلام يعني فكره ان حد يبقى قاعد مع حد عارفه من زمان وفي عشره وفي، وانت بتتكلم على الكتاب انت بتحكي تاريخ حياتنا كلنا، كل سكان مصر الجديده، كل جيلنا تحديدا اللي انا بشوف ان هو الجيل الذهبي بصراحه. صحيح. لانه عاصر وتربى تربيه الخمسينات والستينات والسبعينات اكيد، وبعدين في نفس الوقت بنعاصر حاجات مختلفه تماما مع اولادنا، فاحنا جيل ذهبي ما حصلش لا ابائنا ولا امهاتنا عاشوا نفس العيشه دي ولا اولادنا كمان. هم يقولوا لي دايما ولادي وانت مامي كنتوا عايشين ازاي من غير انترنت؟ لا على فكره احنا كنا عايشين عادي، صدقنا لا انترنت ولا موبايل ولا حاجه خالص، وتلفزيون قناتين وبعدين بقى ثلاثه يعني بعد كده، فكنا عايشين عادي ومبسوطين جدا، بالعكس كمان كنا بجد مبسوطين. فانا المبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده قوي يعني، ومبسوطه ان احنا نتكلم عن ذكريات زي ما كنت بقول بشوف انها تاريخ يعني تاريخ جيلنا كله، سكان مصر الجديده واصحابنا بتوع المدرسه. احنا تحس ان هو كان بيت واحد هو بس متقسم اوض. صحيح. احنا عشنا نفس العيشه والمستويات الاجتماعيه والاقتصاديه واحده، التطلعات والحاجات اللي بنحلم بيها كلنا زي بعض، مفيش حد اوفر قوي، مفيش حد زياده قوي، مفيش حد اقل قوي، يعني ما كانش فيه المشاكل بقى اللي احنا بنواجهها مع اولادنا دلوقتي. اكيد ده حقيقي. طيب القماشة واسعة والمواضيع كتير، وانت عادتك ما بنخلصش يعني هنقعد نحكي لغاية 3-4 ايام كمان، فخلينا نبتديها واحدة واحدة كده مع بعض، وهستأذنك ان احنا نعمل كذا حلقة بقى بما اننا هنفردها بقى نعمل اللي احنا عايزينه ونقعد نتكلم براحتنا. تمام. طيب كلمة نوستالجيا، كل ما اكلم حد يقول لي ده اللي خلاني اخش في موضوع النوستالجيا ده، طبعا انا كنت بمشي في حتت كده الاقي الناس مش الناس والاماكن اتغيرت وكلام من ده، فكل ما اكلم حد اقول له اخبارك ايه والدنيا عامله ايه معاك، يقول لي ياه فين ايام الزمن الجميل ويمصمص بشفايفه كده. بالنسبه لداليا فين الزمن الجميل ده؟ كان امتى واني فتره بالظبط عمريه؟ يعني مش عارفه افتكر قوي، بس هي غالبا لحد ما الواحد بدا يشيل مسؤوليات. ايوه. هو لحد هنا ده كان الزمن الجميل. ايوه. اللي بعد كده ما بقى يعني مش عارفه ايه وضعه الحقيقه، لكن طول ما الواحد فعلا يعني بقعد افكر كده يعني بقول يا ده كان الوقت ده كان حلو، فافتكر ان الوقت ده عشان هو كان حلو عشان فعلا الواحد ما كانش عنده مسؤوليات، كان في حد تاني شايل مسؤولياته، في حد بيحل مشاكله، هو مش شايل هم لا فلوس ولا فواتير ولا بيت ولا حاجه خالص ولا شغل حتى كمان قبل ما نشتغل يعني، فبالتالي كان ده الزمن الجميل يعني لحد ما بدا الواحد يدخل حياه بقى، هو قبل كده كان ضيف لحد ما بدا يدخل حياه سواء بمسؤوليات شغل او بمسؤوليات بيت واولاد. هو ده الزمن الجميل، تبتدي بقى من زي ما انت عايز من ساعه ما الواحد اتولد لغايه ما بدا يتحمل المسؤوليات، ده كله زمن جميل قوي. اكيد قوي. كل مرحله سنيه
بالتأكيد كان ليها حلاوتها رغم مشاكلها، بس كان ليها حلاوتها. ويمكن كل ما الواحد كان بيكبر اكتر بيلاقي ان دي المرحله اللي كانت احلى. يعني اكيد ثانوي احسن من ابتدائي، اكيد الجامعه ليها حلاوتها رغم الفرقه اللي بتحصل، ان احنا بنسيب اصحابنا اللي في المدرسه. بس سبحان الله يا حاتم، احنا مش عارفه هل الجيل بتاعنا ولا احنا مدرستنا اللي كده، ان احنا اصحاب لغايه النهارده. يعني معرفش ليه، بس احنا مهما الواحد عرف ناس تغيب بالفترات وترجع تقعد معاهم كانك لسه سايبهم امبارح. بالظبط. وتلاقي انه يمكن عشان الذكريات واحده، يمكن المواقف زمان كانت واحده، خروجاتنا كنا مع بعض، كنا معرفش. بس وفعلا مش عارفه هل ناس تانيه زينا ولا احنا بس اللي كده. لكن هرجع تاني واقول لك ان كل، لا كل كل زمن كل مرحله كان زمن جميل. اكيد. طيب انا هتكلم في حاجات كتير، خلينا نبتدي الاول بالمنطقه اللي انت اتربيتي فيها، وبعد كده نخش على المدرسه بقى والقصص والحواديت بتاعتنا. تمام. دلوقتي المنطقه اللي انت اتربيتي فيها كنت في مصر الجديده؟ مصر الجديده. والمنطقه والجيران والبيت لما كان 3 ادوار والناس كلها تعرف بعض طبعا. وكان المنور الفيسبوك بتاع او السوشيال ميديا بتاع وقتها، كان الناس كلها حقيقة. تكلم بعض من خلاله. احكي لي التفاصيل دي عشان الناس تعرف. عايزه اقول لك قبل ما احكي لك التفاصيل، ان انا لما بروح الشارع دلوقتي بحزن قوي، وبحس واركن كده وافضل واقفه، مش يعني عماله اتفرج على البيوت واشوف الناس كبرت، وفي ناس ربنا يرحمهم وتوفاهم الله، واللي كانوا في جيلنا واكبر واصغر كله جوز ومشي، فتحس ان الشارع بقى حزين. الشارع ده كان هايص قوي، وكان يعني انا فاكره حتى وانا صغيره لسه ما بداتش يعني، وابقى متضايقه ومتضايقه من اهلي مش عارفين يخلوني انزل العب في الشارع مع بقيه الناس اللي هم اكبر مني بقى. طب وش معنى هم بيلعبوا في الشارع؟ لعب الشارع على فكره كان عادي جدا في ذلك الوقت، يعني الناس كلها ولاد وبنات كانوا بينزلوا، وتلاقي البنات بتلعب الاولى والولاد بيلعبوا كوره. صحيح. الشارع كله مش العماره، الشارع كله بيعرفوا بعض. وحتى لو مش مع بعض في المدارس، يعني لو مع بعض في المدارس بتلاقي حد كل يوم عربيه شكل بتلم الولاد دي كلها يروحوا مع بعض المدرسه. لو مش مع بعض في المدارس فهم اصحاب. ده على مستوى الشارع. ولذلك برضو انا كمان عندي اصحاب من العمارات المختلفه بس في الشارع، وما زلنا الحمد لله لغايه النهارده. بالرغم ان الحياه بتفرق، وده اللي بيسافر وده بيهاجر، بس ستيل طبعا السوشيال ميديا بقى دي ميزتها ان احنا رجعنا بنكلم بعض تاني. ده بالنسبه للشارع. بالنسبه للعماره احنا كنا دورين، وكان تقريبا هو يعتبر شقه لان كان بيبان كلها مفتحه على بعض. طبعا ما بنساش الطبق الدوار طبعا، ده اللي هو بيطلع يلف على العماره كلها، اللي هو لغايه ما تنسى في الاخر ده كان طبق مين. يعني اللي كان في فيلم عسل اسود ده حقيقه انا. صحيح. حضرته وشفته. خدي ده، اطلعي طلعيه لطنط فلانه، اطلعي طلعيه لطنط هلال. كنت بشوفهم مامتي وجاراتنا جالات البوردة وهم قاعدين بينقوا الحاجات ويقصوا ويفصلوا مع بعض والحاجات دي. القهوة الصبح ده أساس يعني. تراث. بالظبط. يمكن مامتي كانت بتشتغل، فكانت بس أيام الأجازات يوم الجمعة مش عارف إيه، كانوا بييجوا ينزلوا يتعشوا عندنا ويتغدوا عندنا، واحنا بنطلع عنده يعني اللي هو كانوا أكتر من القرايب. يعني أنا فاكرة إنه مامتي مثلا سابتنا، كانت بتروح الشغل، فقررت انها خلاص انتوا يعني تقدروا تتحملوا المسؤوليه وتقعدوا في البيت، ما تفتحوش لحد، لو في اي مشكله تطلعي لطنط فلانه او بتاعي. ومص يوم لو في وهم كانوا كل شويه ينزلوا يخبطوا، انتوا كويسين عايزين حاجه؟ فاحساس بالامان ان انت تروح الشغل وتسيب ولادك في البيت علشان في جارات في البيت طبعا. موجودين. رجعنا من المدرسه يوم المفتاح ناسينه ومفيش حد في البيت، يبقى احنا عارفين احنا طالعين طنط هنا او اللي موجود فيهم يعني. في العماره. ونطلع ونتغدى لغايه ما حد يرجع. فلا جيران زمان كانوا في الافراح. طب انا هحكي لك على حاجه يا حاج، بص الناس كمان بقى الاخلاقيات زمان. انا فاكره كانت خطوبه بنت جارتنا اللي فوق، وكانوا عاملينها حاجه على الضيق كده في البيت. فاللي حصل انه البوابه اتوفت، نزلوا يجروا يحجزوا في مكان بره احتراما لمشاعر مراته وبنته، فما يعملوش الخطوبه في البيت، رغم ان الموضوع على الضيق يعني، بالزبط. مش هيصه ولا كده،
لكن في زغروطه، في ناس طالعه، في ناس في فرحه، وهنا في بالظبط حزن. وهنا في حزن. فكان لازم يشوفوا اي مكان بسرعه علشان بس ينقلوا، مش عشان عندهم عدد، لا ما عندهمش عدد، هي الفكره انه عشان احتراما لمشاعر البوابه، مرات البوابه. فلا الناس زمان كانت ما حد كان يعي، تجي بسرعه انده على مش عارفه مين، هوب تلاقي الناس كلها نزلت يجروا بيها على المستشفى، يجيبوا يجروا يجيبوا دكتور. احنا دلوقتي 31 شقه ما نعرفش بعض، واكتر من كده كمان، واكتر من كده. انا بحكي على عندي اللي هو الصبح بقى صباح الخير يا فندم وخلاص، ده كبيرك ما وممكن بتعرفش على مين فكره ما ايه. يحصلش برضه، لانه الناس بتبيع وناس بتاجر، فما تعرفش الناس اللي طالعه ولا نازله. فما بقتش ده في العماره، مش ما اعرفش اي حد في المنطقه عندي مثلا ما ساكنه، ولا في الشارع اللي انا فيه طبعا، اذا كنت ما بعرفش اللي في العماره صدفه يعني كده، لو حد صبح بتاع ماشي، لكن غير كده ما فيش علاقات خالص خالص للاسف مع الاسف الشديد. لا الشوارع طبعا اتغيرت والناس اتغيرت والعماير اتغيرت ده حقيقه. والاجواء اتغيرت. بيحسسك بايه لما بتمشي مثلا؟ انا لما بروح نادي الشمس مثلا هو اختلف بقى احسن بكتير، ده حقيقة. لكن مش ده النادي بتاعي، لا مش ده النادي اللي كنت بلعب فيه ووتر بول، ومش ده حمام السباحه بتاعي اللي انا كنت فيه نجم زمان. يعني حاسس ان في تغييرات طبعا الاحلى والاحسن للاجيال القادمه، لكن منحبس شويه في ذكرياتي اللي انا كنت مبسوط بيها. بتحسي بالاحساس ده وانت ماشيه في الشوارع من في المنطقه ضمن بتاعتك؟ الذكريات اللي في النادي، بما انا جبت سيره النادي، ولا انا مش فاهمه لغايه النهارده، هو احنا كنا بنعمل كده ليه؟ هو احنا ليه كنا بنلف حوالين ما هو ده البيسين؟ السؤال بقى، ليه؟ انتوا بتلفوا واحنا جوه بنتمرن في المايه دايما ليه؟ البنات بيقعدوا يلفوا حوالين. ليه؟ لا مش على فكره، مش البنات بس، ده كان بنات وشباب. الحج اللي كنا بنعمله، الدوران اللي كنا بنلفه، لغايه النهارده لما بروح دلوقتي النادي ما بلاقيش الكلام ده. أي. بس احنا كنا بنستمتع جدا. ليه بقى احنا كنا بنعمل كده؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش احنا ليه كنا بنعمل كده، وليه ايه المتعه والاستمتاع فيها. بس كنا بننبسط، بس كنا برضه ما بننبسط صح. اعرفش. والبطاطس والبيتزا والايس فاكره ساندوتش كريم الهمبرجر بتاع الكافيتيريا ده؟ طبعا. ده احنا كنا بنطلع من التمرين 5 نهجم عليه نقطعه نفتفته، اللي يا ويله اللي جايب ساندوتش وهو طبعا معدي. بس ايوه كانت بالظبط ايام جميله والله وحلوه. جدا. فاكر الراجل بتاع الفشار لما اللي هو بين البسينين لما كان بيقعد يشغل الاغاني بتاع احمد منيب، الدنيا برد يا عم خليل، ايوه والاغاني القديمه دي، ايوه وحاجات عمرو دياب، ميال وشوقنا، ولا وإيهاب ايوه توفيق، يا طبعا داني بالفرح جاني. طبعا. انا الاغاني دي لما بسمعها وبحب اسمعها، ولادي طبعا بيتريقوا عليا، لكن مالكوش دعوه يعني، انا ببقى مبسوطه، لانه مجرد ما تغمض عينك كده تفتكر حاجات كتيره قوي. أي. ورغم انه اللي هقوله بره مصر الجديده، بس على فكره كان سكان مصر الجديده كلهم بيبقوا هناك، المعموره يعني، الاغاني دي لا ده احنا المعموره. هنروح ليها نتكلم فيها كتير دي، بس كملي. ها فتغمض عينك تفتكر ناس ممكن كانوا اصحابك وخلاص ما بقوش أي. اصحابك، او انقطعت العلاقات لاي اسباب يعني. وتفتكر يعني، هي غالبا الاغاني بتمثل لحظات انت كنت سعيد فيها. أي. فمجرد ما بسمع الاغاني دي، يا وفلانه الله يرحمها، وفلان مش عارف اللي هو، وفاكرين لما كنا بنبقى مبسوطين ونلف بالعربيه، وموضوع لف العربيه زي لف النادي بالظبط يعني، صحيح. في مرحله سنيه كده، فاكر لما كنا نروح توب ونشغل ديسكو هنا كاسيت عالي. ونعمل، كان في الاختراع اللي اسمه الدبل دك كان طالع جديد، اللي هو الكاست ابو روحين ده، طبعا كلنا جبنا ده نروح نجيب الشريط الشرايط ونسجل ونسجل ونعمل ونقعد نشغله في كوكتيل. العربيه ونلف بالليل كده او ايوه العصريه بالعربيه. فاكره الايام طبعا الجميله طبعا. دي؟ هنا احنا مثلا البنات كنا بنبقى يعني 6 7 بنات متكربسين كلنا في عربيه واحده، وتسقيف. وده هي بقول لك، هي فكره السعاده، لان يعني مفيش احساس، مفيش مسؤوليات، مش مفيش احساس بالمسؤوليه، ومفيش مسؤوليات. فطبعا تبقى مبسوط، ما تبقاش مبسوط ليه يعني؟ فهي ازاي؟ فالاغاني طبعا، بفتكر حاجات كتير قوي، ورحلات وسفرنا مع بعض. لا يعني ما زلت بحب اسمع الاغاني. داليا انا بجد استمتعت وانا بحوار جميل كمان جدا، وحاسس ان احنا يعني قاعدين قاعده في العيله كده، قاعدين بندردش ايوه وبنتكلم، وهو يعني هي دي ده التارجت حقيقه، بتاعي يعني. ده حقيقه. مبسوط جدا وانا ان انا ما كمان كنتش جدا. تعبتك معايا لا خالص، انا انبسطت قوي حاتم، ونسيت اساسا ان في كاميرات. بجد. انا والله يعني لو كنت افكر نفسي على فكره الكلام ده هيتذاع وكده، بس يعني انا شايفه انه كلام لطيف جدا يعني، اتمنى ان هو يعجب الناس حقيقه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لانه هو كلام طالع من القلب، كنا دي صادقين حقيقة. جدا جدا يعني. فاتمنى انا ما اكونش يعني كنت ضيفه تقيله عليك خالص ولا على اللي بالعكس، يا بيتابعونا. لا 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 خالص، ده ضيفة جميلة وعزيزة شكرا. وأخت
ومن القلب، اللي بيطلع بيطلع ايوه بيوصل ده حقيقة، للقلب على طول. ده حقيقة. وانا ميرسي ان انت يعني رجعتني ذكريات كتير قوي، ما في انت شريط جزء كده من ثاني الذكريات بقى. دي، انت ومنال والجروب بتاع المدرسة ده، يعني انت ايوه جزء من الذكريات دي، ايوه ده انتوا حقيقة، خلقتوا ايوه الذكريات ده في حقيقة، الكتاب ده وفي ده الحياة حقيقة، عامة بشكل كبير. ده حقيقة. طب انا عايزك تختمي انت بقى الحلقة، اختمي يعني. يعني كل اقدر اقول ان كل واحد يكون ذكرياته، مش معنى ان احنا يعني عندنا ذكرياتنا انه لازم تبقى طبق الاصل لكل واحد او للاجيال اللي جايه، ان كل واحد يعني يختلق الفرصه والمناسبه ان يكون بيها ذكريات، وتبقى ذكريات سعيده وذكريات حلوه يفتكرها ويحكيها للي بعد كده. وبتمنى انه يعني ذكرياتنا النهارده وكلامنا عن حياتنا اللي كانت قبل كده تكون يعني كانت لطيفه بالنسبه لكل اللي بيتابعونا حضراتكم. وبس بشكر طبعا حاتم جدا على الفرصه الجميله دي. أشكرك جدا، ميرسي يا حاتم. ميرسي يا دكتور. نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا، صباح اتوعدت تفتح تزهر اولاد نور كلمتين وبس فانتاستيكا فانتاستيكا.